هو ولد الفلاح، هو ولد عاصمة الأغالبة، هو القروي المعروف عند القراوة بمواقف المنحازة لمصلحة وحقوق العمال، هو المربي والنقاب الفذ، وهو رجل الحوار الوطني بامتياز. حسين العباسي من مواليد. بعض المواقف لحد البكاء. ولأبنائي وكافة أفراد عائلتي بالرغم من أن العمل النقابي كلال وقت الكل، كبر أربع صغار واليوم الدكتور دكتور، الأستاذ أستاذ، والمعلم معلم، لكن في الإنجاز هذا زادة عنده شريك، وهي زوجته اللي جات معاه من القروان وضحات معاه ووقفت معاه وكانت سند لي. الوضع اللي خليها صعيب مش صعيب، هو كي يبدا الاعصاب ويبدا ما يحبش شكون يكلمه. حديت معها عمر معناها ما يقارب 76، انا عرست وقت 30 سنه انا وهي، عشره طيبه يرحم والديه ما غيرناش. ومن الحاجات اللي ما يعرفوهمش الناس على حسين العباسي هو عشقه للفن الشعبي وخاصه اسماعيل الحطاب. أكيد فما حاجات أخرى ما زالت مخبية، يجاوبنا عليها ضيفنا الليلة الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في هل من إجابة.